Greetings. I couldn't have said this better myself. So I'll let the Egyptian media speak it to you. تحلوها هذه الفزورة وبكرة تبعتوا لنا الحلول بتاعت هذه الفزورة ولو سمحتوا عايزكم تجاوبوا فزورة ظريفة جدا لطيفة جدا يعني نقدر نشتغل عليها يوسف لو سمحت الفزورة بعد إذنك نشوفها مع السادة المشاهدين Climate change will impact every country on the planet. No nation is immune. So I'm here today to say that climate change constitutes a serious threat to global security. The greatest national security threat. Warm weather. Hot air from Obama. Hot air from hell. An immediate risk to our national security. And make no mistake, it will impact how our military defends our country. والله ايه ده بنت حمد بن قاسم يا فندم انا ما اعرفش حضرتك يا فندم اللي تعرف انا ما عنديش فكره وايه اللي حصل لنجله حمد بن قاسم هو شاه ايران فين يا احمد بيه فين شاه ايران اين مش امريكا اللي باعته وهتبيعك يا تميم ناخد اللقطه دي ونركنها مصر ستنتصر باذن الله ولن تكون لقمه سائغه وقطر بنت الوسخ طب خلاص مش ممكن لا 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 مالوش حل لا انا اسف برضه تاني انا طول النهارده جاي عشان اقول اسف المشاهدين على نبيل شرف الدين مش ممكن فظيع خلاص انا قلت خلاص خلاص عشان عايز اختم عايز اختم عايز اقول التحرير وفي كل حته تلاقيه واقف متصور معاهم كلهم وراح ليبيا وتصور في ليبيا ده يهودي ايه اللي جايبه في الموضوع مش بس يهودي ناخد بس يهودي صهيوني ايوه صهيوني ناخد اللقطه دي ونركنها نبص بقى لامير داعش اللي هو امام المسلمين الجدد او المتمسلمين او اللي جايبين ملايه كاتبين عليها احنا مسلمين ولافين نفسهم بيها الهديين قتل هو شاه ايران فين يا احمد بيه فين شاه ايران اين مش امريكا اللي باعته وهتبيعك يا تميم وكل بيت خليفه هيتباعوا وهتجيب لسه دوره ما انتهى وهتجيب من هو ادنى عشان يدير قطر عشان يبقى مش نعل يبقى شبشب بلاستيك بتاع حمام في رجل امريكا قال الناس ده في